مشاهدينا، وللحديث عن الصراع بين أحزاب السلطة في العراق وفشل إيران بإيجاد حل بين فرقاء الأزمة لتشكيل الحكومة، ينضم إلينا عبر سكايب رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر الأستاذ مصطفى كابن. السلام عليكم. حياكم الله، أهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. حياك الله أستاذ مصطفى. مقتدى الصدر يقول أنه لم تتشكل حكومة منذ عهد أياد علاوي إلى الآن إلا بتدخله شخصياً، يعني ألا يعد ذلك اعترافا ضمنيا بمسؤوليته عن كل الفساد في تلك الحقبة؟ بالتأكيد هذا ليس اعتراف ضمني، وإنما اعتراف صريح ومباشر وواضح يعلنه الصدر بنفسه ليؤكد ضلوعه في كل الإجرام والإفساد والإرهاب الذي حصل في العراق وما يزال يحصل. وكما تفضلتم في تقريركم قبل قليل، كان هو السباق في صناعة الميليشيات وفي الدخول في تحالفات، وأضيف إلى ذلك كان هو السباق في التعامل مع الاحتلال الأمريكي، وهو أول عراقي من داخل العراق تعامل مع الأمريكان وهم يتقدمون نحو غزو الاحتلال بغداد، يعني أثناء عمليات الغزو في 5 أو 6 من نيسان أبريل العام 2003. دور مقتدى الصدر في كل العمليات الإجرامية التي حصلت في العراق، في الفتنة الطائفية وفي الفساد وفي السرقات وفي القتل وفي الدوار التي ارتكبتها أو الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات، لا يمكن أن ينكره عاقل. وهو الآن بهذا الاعتراف القديم المتجدد يؤكد يعني مسؤوليته عن كل ما حدث وعن كل ما سيحدث، ومن ضمن ذلك جرائمه ضد ثورة تشرين. طيب أستاذ مصطفى، كيف يمكن أن نفهم أن وسط كل هذا الفشل السياسي المحيط بالعملية السياسية أن يطرح الصدر نفسه كمخلص للبلاد من منظومة الفساد التي هو جزء منها طيلة الفترة الماضية؟ هذا هو تجسيد ما نقوله من أن مقتدى الصدر هو أخطر عملاء إيران في العراق، وله مسؤوليته في إنقاذ العملية السياسية التي هي مشروع الاحتلال الأمريكي الإيراني المشترك. كيف ذلك لو توضح يعني أنه كأخطر عميل؟ نعم، هو له مسؤولية محددة، يعني فيما الآخرون عملاء واضحون أمثال نوري المالكي وهادي العامري وعلى من على شاكلتهما، مقتدى يمثل الرصيد المضموم لإيران الذي تستخدمه وتنزل به إلى الشارع في كل أزمة تعصف بالعملية السياسية، وهي كما قلت مشروع الاحتلال الأمريكي الإيراني المشترك للعراق. هذا من جهة، ومن جهة أخرى هو يتلبس كل الأدوار الوطنية التي يقصد منها شق الصف الوطني وليس وركوب الموجة وليس تمثيله بشكل حقيقي. عندما كانت هناك مقاومة وطنية عراقية شكل ميليشيات إرهابية وقال أنه هو من يمثل المقاومة. عندما ذهب العراقيون إلى التظاهر في العام 2011 قال أنا أتظاهر. عندما بدأ الحديث عن الفساد شكل منظومات شكلية وصورية قدمت بعض صغار أصغر صغار الفاسدين في تياره الإجرامي وقال أنا من يتصدى للفساد. عندما ظهرت ثورة تشرين وقبل ذلك في الاعتصامات والمظاهرات التي قبلها دخل على الخط وحاول اقتحام المنطقة الخضراء وخلط الأمور، وتذكرون الخيمة وإقامته فيها وثم انسحابه. عندما حصلت ثورة تشرين قدم عصاباته باسم القبعات الزرق وغيرها واحتل المطعم التركي وبناية المطعم التركي وهي أيقونة من أيقونات الثورة، ومارس فيها كل الموبقات ليشوه الثورة، ثم ارتكب جرائم جرعة الإذن وما ارتكبته ميليشيات القبعات الزرق في أكثر من مكان. هذه هي الأدوار الخفية التي تلبسها مقتدى الصدر والتي بانت الآن لكل العراقيين. ولذلك عندما خرج العراقيون في ثورة تشرين كما تذكرون كان هناك شعار شلع قلع والقال هوياهم، بمعنى ضمنه مقتدى الصدر اللي كان يردد هذه العبارات. طيب أستاذ مصطفى، نعم الآن لو توجهنا إلى إيران وفشل إيران حتى الآن بإيجاد صيغة توافقية بين فرقاء العملية السياسية، إلى أي مدى يؤشر إلى تراجع نفوذها بعد غياب ضابط إيقاعها في العراق سليماني ومن وراءه المهندس؟
يعني لا شك أن اللمسات الشخصية والعلاقات الخاصة التي بناها سليماني على مدى أكثر من عقدين مع هذه الميليشيات الإرهابية المتحكمة بالشأن العراقي كان لها دور، ولكن أنا أعتقد أن بقاء الحال على ما هو عليه في ظل تسلط الميليشيات الغير مباشر وغير الظاهر عفواً من خلال سلطة مصطفى الكاظمي، هذا فيه مصلحة لإيران، ولذلك هي تعمل على مد هذه الفترة التي تسمى انتقالية، تؤسس فيها يعني مزيد من الركائز في العراق، وأيضا تحاول أن تمد بعض أذرعها إلى الخارج، ومن ذلك ما تقوم به هذه السلطة من محاولات سياسية هنا أو هناك لإقامة حوار بين إيران وأطراف عربية في بغداد. هذه كلها تخدم إيران ولا تخدم العراقيين ولا تخدم مصالح الأشقاء العرب. طيب، معهد واشنطن للدراسات الشرق الأدنى أشار إلى أن انتخابات العراق الماضية في تشرين الماضي قد تكون يعني ربما آخر انتخابات يجريها النظام الحالي. هل بدأ فعلا العد التنازلي لانهيار المنظومة السياسية في العراق؟ يعني أنا أعتقد منذ تأسيس هذه العملية السياسية الإجرامية هي تصنع أزماتها، وبالتالي وتولد هذه الأزمات وتتناسل، وبالتالي هي تقترب من نهايتها يوما بعد يوم. كل المؤشرات التي أو كل الحالات التي خاضها، حالات الرفض يعني والتصدي التي خاضها شعب العراق في الأعوام العشرين الماضية، ومن ذلك صفحات المقاومة الوطنية الباسلة ضد الاحتلال الأمريكي، كل ذلك هي مسامير في نعش هذا الاحتلال، هذه السلطة العميلة ومن يقف وراءها من احتلال أمريكي أو إيراني. ولولا الدعم الأمريكي والإقليمي والإيراني والدول والعربي من بعض الأنظمة العربية لهذه السلطات على تعاقبها لكنا شهدنا يعني اندحار هذه السلطة منذ زمن ولما طالت هذه المأساة العراقية. لذلك فإن شعب العراق هو الذي سيزيل هذه الطغمة المجرمة، ويعني عند ذلك ستتبدل موازين القوى في المنطقة وفي العالم. سريعا الصراع القائم بين الشركاء العملية السياسية ونفوذ إيران المتصاعد في العراق، ألا يؤشر هذا إلى فشل الاستراتيجية الأمريكية في العراق وضرورة إعادتها ومراجعتها؟ منذ الأيام أو الأسابيع الأولى للاحتلال بدأت بشكل واضح يعني مظاهر الفشل الأمريكي والإخفاق الكبير، لأن هذا المشروع الاحتلالي لا يمكن أن ينجح في العراق، وبالتأكيد أن الذي تفضلت به هو جزء مهم وملمح مهم من ملامح فشل السياسة أو الاستراتيجية الأمريكية في العراق، ولكن عملية التدمير قائمة ومستمرة. نعم. لأن احتلال العراق المطلوب منه أو المرجو منه والهدف الأقصى منه هو تدمير هذا البلد العربي الذي كان يمثل خطراً حقيقياً على المشروع الاحتلالي الصهيوني. هذا هو الهدف الحقيقي لإزاحة الدولة العراقية وجيش العراق الذي كان يعني يمثل عامل ذعر وعامل إزعاج حقيقي وتهديد حقيقي للمشروع الصهيوني. وبالتالي فإن عملية التدمير قائمة رغم كل هذا الفشل. يعني ما يبدو فشلا هو جزء من المخطط الإجرامي الأمريكي ضد العراق. نشكرك الشكر الجزيل الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، شكرا جزيلا لوجودك معنا.